السلام عليكم. طبعا يعني احنا طالعين دلوقتي وفي ماتش مهم جدا، انا ما بفهمش في الكوره بس واضح ان حاجه عظيمه جدا جدا. وضيفي اللي معايا دلوقتي يعني زادتنا البركه وزادنا شرف لوجوده، والحقيقه حقه انه يبقى قاعد بيتفرج على الماتش، لكن لانه بيحب حضراتكم ولاني قلت له ان في ناس عندها استفسارات في الدين وفي الحياه، فقال لي ما اقدرش اتاخر ومش مشكلة بقى الماتش. واصحابي زعلانين مني برضو عشان بس انا بعتذر لهم على الهوا. إيه منتظريني هلحقهم في الشوط الثاني. طب انا يعني والله محرجة من حضرتك، سامحني. لا يجوز، يلا يجوز. حضرتك قلت يجوز. يجوز يلا. ضيفنا العظيم الشيخ أسامة قبيل من علماء الأزهر الشريف، شرفتني يا فندم وأنستني. اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يشرف قدرك ويجعل هذا البرنامج وهذه القناة ان شاء الله نور ومنبر خير وعلم ينتفع به. واحنا يعني بكرر تاني شكرا لحضرتك، لان عارفه حضرتك كمان لسه راجع من عمره ما شاء الله، يعني الف مبروك. اللهم تقبل يا رب صالح اعمالك. كل المشتاقين. اللهم امين يا رب. بس انا اول ما قلت لحضرتك في ناس عندها اسئله واحنا محتاجين حضرتك، فانت حضرتك يعني سبت كل حاجه وقلت لا لازم انا يعني علمي للناس وما تاخرتش علينا، فكتر خيرك. وليوفوا نزورهم يا حبيبي. يعني عشان احنا اتفقنا فلازم نوفي بالوعد، لكن اكتشفت ان ساعة الهوا هي نفس ساعة الماتش. حضرتك كمان كان ليك تفسير حلو قوي، بقول لك ده ماتش مهم قوي، حاجة كاس عالم كده والفرق حياة او موت، وكل لعيب بالنسبة له ده يعني اخرة الحياة، فانت قلت لي تفسير عظيم اتمنى حضرتك تعرضه برضو على الناس. انا عايز اقول لكل اللي بيشوفونا دلوقتي، حياتك عاملة زي كاس العالم، عبارة عن محطات ستيشنز وشوية مباريات، في حاجات فيها بتبقى جون لما انت بالتارجت ويبقى عندك ارادة وتاخد بالاسباب، وفي حاجات لما انت ما بتهتمش بيها بتطلع اوت، وفي حاجات كتير قوي. احنا يعني ماتش النهاردة ده للناس كلها والعالم كله بيرتقبوا، اكتر من 5 مليار بني ادم حول العالم هيتابعوا البرنامج ده. الا اتنين. الا حوالي 20 كده، انا وحضرتك واخواتنا اللي معانا. مشكلة، ربنا يخلينا السوشيال ميديا. ويجعل ان شاء الله كل رساله نقولها ان شاء الله في الفقره الجميله دي في موازين حسناتنا. الحقيقه طبعا كل واحد هيتفرج على الماتش، احنا بنحب ان احنا نشجع فريق معين او نشجع حاجه معينه، ده شيء جميل جدا، ولكن حياتك عامله زي الماتش ده بالظبط، فمحتاج ان انت تطلع بشويه رسائل وانت بتتفرج على كل مباراه، وخصوصا الفاينل او المباراه النهائيه، لان هيجي عليك ماتش اسمه الماتش النهائي برضه. بس اسال نفسك، يا ترى انا هفوز وهكسب في الماتش النهائي في حياتي ولا لا؟ دي رساله مهمه جدا، وسؤال لازم كل واحد وهو بيتفرج على الماتش يسال نفسه، ما انا ليا برضه مباراه وليا ماتش مع نفسي. وعلى فكره اعظم انتصار للانسان هو ان ينتصر على نفسه. نفسه اللي هو ادرى واحد بيها، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. فان شاء الله باذن الله ربنا يوفق الفريق الفايز، واحنا دايما بنشجع اللعبه الحلوه ويوفقنا احنا كمان بقى، ونبقى في الكاس العالم السنه الجايه، ولا هي لا مش كل سنه صح؟ بلاش اعبط، بعد 4 سنين هيبقى في المكسيك. هعبط انا اقول السنه الجايه. لا يعني بعد اربع سنين. الاستاذ كريم طيب المخرج قال لي مش السنه الجايه، بعد 4 سنين ان شاء الله. ان شاء الله. طيب في سؤال انا برضو بقول ان هنحط التليفونات بتاعتنا عشان اي حد عنده استفسار يعني عايز يفهم حاجه من مولانا يتصل بينا. والسؤال الاولاني حاجه جاي لي من صديقه، والدها الله يرحمه قبل ما يتوفى قسم الميراث او قسم الحاجات المقتنيات اللي بيقتنيها في الحياه بشكل ودي بينها وبين اخواتها، يعني قال فلان ياخد كذا وعلان ياخد كذا والبنت دي تاخد كذا ودي تاخد، وهي كانت متضايقه لان الوالد يعني مش عايزه اقول ما قسمش بشرع ربنا، قسم كده بحسب ما هو شايف، فادى الابناء الذكور اكتر بكتير جدا جدا من الاناث، فهي قالت طب ما يعني لو بشرع ربنا لا انا استاهل بقى اخد اكتر، فهي زعلانه طبعا، بتدعي لوالدها بالرحمه وكل حاجه، لكن ابتدى يبقى في حزازيات بينها وبين اخواتها الصبيان طبعا. واللي زاد على ده ان زوجها برضو قال انا ماليش دعوه، بس يعني المفروض اخواتك يدوكي حق ربنا، يعني يعملوا بشرع ربنا وعشان والدك ما يتعذبش. فانا قلت لها وجهه نظري، يعني طالما الاب قال كده خلاص وما يصحش ان زوجك يقسيكي على اخواتك،
لكن قلت لها لا، رأي الدين هو اللي يمشي. فحضرتك تقول لها ايه بقى؟ خلينا نقول في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. من الظواهر السلبية والمعاملات الصعبة اللي موجودة في المجتمع الحرمان من الميراث أو توزيع الميراث قبل الوفاة. أنا شفت كيسز وحالات يا أستاذة قبل الوفاة، الأب بيوزع وفي الآخر بيقع تحت ضغط، وممكن يعني ربنا يكفينا شر البلاوي يبقى فلوسه موجودة ولاده بيتمتعوا بيها وهو يحصل له أزمة ومش قادر يقول لهم هاتولي. لا إله إلا بعد ما وزع. فنداء يا جماعة، محدش يوزع ميراث إلا بعد الوفاة، ده زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن. وعلى فكرة يعني ممكن تكون في حاجات في الدين فسرت بالسنة النبوية، فسرت بالعلماء، بالإجماع، بالقياس، لكن حضرتك الحدود والميراث ربنا هو اللي قسمه. انت عارفة ربنا قال ايه؟ قال يوصيكم الله في أولادكم. كأن ربنا بيوصي. فشوف انت يا كل واحد بيشوفنا النهاردة ولسه عايش، نصيحة ما توزعش أي تركة ولا أي ميراث على أولادك أبدا وانت عايش. ممكن تعمل حاجة جميلة اسمها الهبة. الهبة يعني ايه؟ يعني تدي البنت ظروفها صعبة، ابن من أبنائك محتاج حاجة تساعده تديله، ما فيش مشكلة خالص. لكن توزيع التركة أصلا له ثوابت وله أصول، ما ينفعش نعديها، وليه ستيبس كده زي خطوات، ليه محطات. لازم الوفاة الأول، وبعد كده تجهيز المتوفى ده من تغسيله وتكفينه ودفنه وإجراءات العزاء والحاجات دي كلها، وبعد كده سداد دينه لو عليه دين. لكن دي رسالة مهمة جدا. دلوقتي لو عليه دين، ظهر دين وهو كان قسم خلاص على الولاد، لا ما ينفعش. طب واحد يقول لك انا مالي مش هدفع، ادفع انت. ده هيفضل الدين ده معلق في رقبته ورقبة ورثته لحد يوم القيامة. يعني لازم يا جماعة نحط قدامنا رسالة ربنا سبحانه وتعالى لما قال في خواتيم سورة النساء. وبالمناسبة ربنا عظم من دور النساء ومن دور المرأة ومن دور الست، فذكر توزيع الميراث عشان البعض المستشرقين الغربيين بيقولوا ان الست مظلومه في الاسلام. لا شوفي بقى، ده احيانا الست بتارث اكتر من الراجل. طب احنا عندنا ست دلوقتي معانا على التليفون، يلا بينا. ممكن اسماء. الو، ازيك يا حبيبتي؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي لو عندك سؤال مولانا احنا تحت امرك. اكيد، والموضوع ده عامه مهم جدا. اتفضلي. دلوقتي انا والدتي ليها ميراث من باباها، تمام، وخالي رفض ان هو يعمل اي اجراءات من اعلان الوراثة او كده علشان مجرد ان هي ما تاخدش الورث. طيب عشان هي ست. بالظبط. طيب يا حبيبتي، وماما متضايقه يعني، ولا انت اللي طبعا. انت مش يعني انت اللي متضايقين ولا ماما؟ كلنا متضايقين يعني، هي طبعا متضايقه، بس هو بالنسبه لها اخوها يعني طبعا قادره تعمل حاجه، فده موضوع بصراحه صعب. حاضر يعني. حاضر هنرد عليكي يا اسماء، معلش مكالمة كمان ونرد على الاثنين مع بعض. يلا معانا مين؟ منال اتفضلي يا حبيبتي. منال، الو. ايوه اهلا. أيوة. اهلا وسهلا، اتفضلي. من فضلك لو معلش، هو سؤال خارج الحلقه بس. ايوه مولانا معاكي، لو حاجه ليها علاقه بمولانا يعني راي الدين. أيوة. اتفضلي اتفضلي. ايوه اتفضلي. كنت عايزه بس اسال على لو زكاه المال، تمام، ينفع ان انا اطلعها مثلا لمستشفيات لمرضى، ولا افك بيها قرب حد مسجون؟ حاضر، قرب حد مسجون، غريمات يعني او حاجه زي كده. ايوه حاضر يا حبيبتي، هنرد عليك يا منال. طب نرد الاول على بنتنا اسماء عشان يعني هي متضايقه. عايز اقول لاسماء طبعا ده حق امك، وانا بنادي على خالك وعلى كل راجل، خصوصا يا جماعه الرجاله اللي بتحرم البنات او النساء من الميراث. هقول لهم حاجتين، رساله من القران ورساله من سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورساله من الواقع. رساله من القران في خواتيم سوره النساء ربنا بيقول يبين الله لكم أن تضلوا. انت عارفة اللي بياكل أو بيأخر حق حد من الميراث أعوذ بالله بيبقى ضلالي. لا إله إلا الله. لأنه بيأخر حق ربنا سبحانه وتعالى اللي شرعه، وربنا هو اللي قسم. هو إحنا اللي قسمنا؟ لا. ولا في مثلا عالم من العلماء ولا واحد من الأئمة الأربعة؟ لا والله، ده ربنا سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله، يعني الميراث ده حد من حدود ربنا سبحانه وتعالى، فلازم ننفذه. دي رسالة من القرآن ورسالة من ربنا. تمام. رسالة من سيدنا النبي بيقول من حرم، ونركز في الرسالة دي مهمة جدا. تمام. من حرم وارثا من إرثه، اللي بيحرم حد من ميراثه حرمه الله من ميراثه من الجنة. تصوري بقى يا لهوي. استحمل، شفت انت قلت ايه؟ ده صعبة. طبعا. صعبة.
طيب نخش بقى على التالتة. الواقع الملموس. انا عمري ما شفت حد بياكل حق حد في الميراث الا وربنا سبحانه وتعالى بيجعله ايه وبيبتليه، لانه خد نار في وجوفه وفي بطنه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. اليتامى مش معناهم اليتامى بالمفهوم اليتيم يعني بس اللي هم لا. الأطفال. عموما اي اكل حقوق، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. طب والناس اللي بتاكل حقوق الناس ديت، ربنا بيقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. نار هتحرقهم في الدنيا. ويبتلى الانسان ويصرف على المستشفيات وعلى الدكاتره وعلى التحاليل والاشعاعات وعلى المرض والعياذ بالله تبارك وتعالى. طب ليه نزعت البركه من حياته؟ لان دخل جوفه وكل حق مش حقه. فنداء يا جماعه، يا جماعه انزلوا على شرع ربنا وعلى حدود ربنا سبحانه وتعالى. ده ربنا هو اللي قسم. انت بتعترض على مين؟ انت ما تفكرش ان اللي قسم ده مديرك في الشغل ولا واحد صاحبك. طب معانا يوسف عشان ما نبقاش متحيزين للستات. يلا هنرد على اختنا منال بعد يوسف. يوسف يوسف اتفضل يا حبيبي، اهلا وسهلا. الو 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 اتفضل يا يوسف، اهلا وسهلا. الو حضرتك سامعني؟ اه يا فندم اتفضل، مولانا معاك. ازيك يا يوسف؟ ما تتفرجش على الماتش ليه يا يوسف؟ لا ما انا كنت عندي سؤال بس عندنا مذاكره. يلا يلا ده انت منورنا يا يوسف. ده اعدادي ما شاء الله يا حبيبي. اتفضل. هو انا ليه الميراث بتاع الولاد بيبقى ضعفين بتاع من البنت؟ حاضر. يعني مش المفروض الراجل زي البنت؟ سؤال حلو هقول لك. حاضر تمام يا حبيبي، ربنا ينجحك يا يوسف يا رب. ذاكر بقى يعني، شوف الاجابه واقعد ذاكر ان شاء الله. طب نجاوب على منال الاول بعدين يوسف. منال بقى سالتنا بتقول زكاه المال تديها للمستشفيات ولا جمعيات خيريه ولا تفك كرب غارمها من صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب ربنا سبحانه وتعالى جعل مصارف 8 في القران لان احنا نطلع فيهم زكاه المال بالذات. تمام. مش الصدقه. قال انما الصدقات يعني معناها الزكاه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين منهم اهو وفي سبيل الله وابن السبيل. انا بنادي على الاستاذه منال لو عندها زكاه مال، وعلى كل واحد هيطلع زكاه ماله، خصوصا احنا داخلين على سيزون وموسم طاعه وعباده. شهر رمضان خلاص قرب، فاضل له حوالي 90 يوم، والناس بتحب تطلع زكاه المال في شهر رمضان. طلعوا يا جماعه على المصارف كلها على قد ما تقدروا. بمعنى ايه؟ فدي شويه للفقراء، ودي شويه للمساكين، ودي شويه للمستشفيات، ودي شويه للغارمين. يعني ما تحطش زكاة المال في حتة واحدة. ليه؟ عشان توزع الاحتياجات دي على الناس كلها، فتجبر بخاطر عدد كبير فتاخد ثواب اكبر. تمام. يعني احنا طب معلش اخر حاجه، لو الغارمه دي هي هتاخد يعني مثلا جزء لا هي مثلا ست منال عندها 5000 جنيه والغارمه محتاجه 5000 جنيه عشان خلاص تطلع يلا تطلع تن ونيه طيبه ان هي بتفك. تمام. وتجبر. تمام. بخاطر حد من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا ده تنفيسه نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. طب فاضل دقيقه وابننا يوسف لازم نجاوب عليه. يوسف الجميل بقول له يا يوسف اشمعنى الراجل بياخد ضعف الست؟ بقول له يا يوسف زمان اللي كان بيركب الفرس وكان عليه كل المسؤوليه وكل الالتزامات الراجل، خلينا نقول احنا النهارده في 22 الدنيا اختلفت، ولكن عندنا نصوص شرعيه يا يوسف فيها التسليم والاذعان لامر ربنا. يعني ايه؟ يعني نقول لربنا حاضر نعم وطاع. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. فربنا سبحانه وتعالى لما شرع وقسم المواريث في القران وقال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قسم. فلازم ننزل على امر ربنا سبحانه وتعالى. لكن في سؤال كده بيجي لنا دايما، لو اسره ارتضت وقالوا احنا هنوزع بالتساوي. تمام. ولكن ده مش دليل ان احنا كلنا نبقى زيهم. لا ده بينهم رضا. واحنا بيجي لنا ساعات احوال واسئله واستفسارات. أوكي. بيبقى في ناس عايزين يوزعوا بالتساوي، لكن في انصبه وفي رولز ربنا سبحانه وتعالى قالها للذكر مثل حظ الانثيين. مولانا بشكر حضرتك جدا ربنا جدا بسرعه كده. انا يعني يلا عشان نكمل عشان تلحق الماتش ان شاء الله. ربنا بشكرك جدا، شرفتنا وانستنا. ربنا يسعد قلبك ووفقك. اللهم امين. شكرا لحضرتك وينفع بعلمك ويجازيك كل يا خير يا رب. متشكر. للاسف الفقره دي خلصت، استنوني الفقره الجايه باذن الله هتعجبكم.